السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بالنسبة لموضوع توزيع الهواء وموضوع جريلات التكييف، شايفين أنا عندي هون المسافة تقريبا 6.5 متر إلى 7 متر، ما بيجوز أستخدم إلا مخارج الهواء اللي بتدفع باتجاه الأمام، وإحنا قلنا هذا الموضوع رح نصور لكم ونتكلم عنه ونشرح لكم وجهة نظرنا في هذا الموضوع، ولكن إحنا حاليا نقوم بعمليات التجريب حتى نشوف موضوع الأصوات بالنسبة للمكان. طبعاً اشتغل عندي المكيف، أنا عندي السبلاي على طول هذا الخط، في عندي فتحات السبلاي والراجع أو الريتيرن، في عندي في الجهة المعاكسة، هذا صوت المكيف داخل المكان اللي مثل ما قلنا احنا الكورسات التصميمية وكيف احنا بنصمم الدكت وكيف بنصمم ابعاد جريلات الهواء وكيف احنا بنصنع وكل ما يتعلق في التصميم موجود على قناتنا مجانا على اليوتيوب، وكل الكورسات اللي احنا بنقدمها ليست كورسات لمشاريع مثلا او لمخططات وهمية، المشاريع اللي احنا بنقوم بتركيبها بتصميمها بالعمل فيها هي نفسها المشاريع اللي بنقوم بدراستها وتعليمكم طرق العمل، بحيث ان شاء الله وبعون الله وتوفيقه تحصلوا على نتائج مرضية في عملكم. طبعا هاي عندي انا صوت المكيف شغال على السرعة القصوى، يعني اذا انا بتكلم توقع ان الصوت اطلاقا ما بيكون مسموع، وايضا لما يتم فرش الارضيات كمان الصوت والصدى بيخف عندي في المكان. هذا طبعا صوت التكييف عندي في هذا السبيس على السرعة القصوى. طبعا مثل ما قلنا احنا في الفيديوهات السابقة، في حال خففت بيخف عندك الصوت ايضا اكثر، يعني انا بهاي الطريقة بحس انه سرعة الصوت صارت قليلة جدا. طبعا لازم دائما يكون في تناسب طردي ما بين سرعة الصوت ودرجة الحرارة اللي انت بتعمل لها سيتينج على الترموستات، يعني في حال انت كان المكان عندك حار جدا وبدك عملية تسريع لعملية التبادل الحراري وعملية تسريع لعملية التبريد، ما بصير انت تضبط الترموستات على المينيموم تمبريتشر 20 تقول له والله اشتغل لي انت على الـ هون على اللو سبيد، ما بصير، لازم يكون في تناسب طردي ما بين درجة الحرارة اللي انت طالبها، انت طالب 20 معناته المكان عندك حار، فلازم انت تعطي السرعة القصوى للمكيف وتفهمه انه انا سرع لي عملية التبريد، واضح؟ طبعا حاليا شغال المكيف عندنا على الفول سبيد، بالإضافة إلى أنه من حول عندنا لسه ما فتحوا الفتحات، في عندنا هون سبلاي أيضا في هذا المكان، وحاليا الوحدة الداخلية طبعا هاي صوتها مفتوح، عندي الاكسس دور مفتوح، شايفين حتى بالحمام صوتها ناعم جدا، ما في صوت مزعج حتى للماكينة نفسها، لما تكون طبعا الماكينة مرتاحة تصميم الدكتات مناسب لكمية السي اف ام اللي بتعطيه مخارج الهواء مناسب، ما بيكون في عندي طبعا دفع هواء بالطريقة المزعجة وبالتالي أصوات مزعجة، لما تكون انت مشتغل بهاي الطريقة ان شاء الله وبعون الله ما بيكون في عندك مشاكل بعد ما يكون طبعا ركب الجبس وعمليات الإصلاح بتكون شوي محرجة في هذا المجال. راح نطفي طبعا المكيف. طبعا
طبعا طفى المكيف عندنا، فبالتالي مثل ما قلنا احنا لازم انا يكون في صوت للمكيف، في صوت للهواء، مش انه والله انا مشغل المكيف او مش مشغل المكيف ما بتفرق عندي، معناها انا سرعة الهواء خروج الهواء من الجريل تكون قريبة من الصفر، وهذا الامر طبعا يتنافى مع عملية الثرو بالنسبة لدفع الهواء بالنسبة لجريلات الهواء. يعني انا هون الهواء مثل ما راح نشرح لكم، احنا بجريلات الهواء لازم يدفع الهواء بمسافة معينة، مثلا 3 متر 2.5 متر، حتى يصير في عندي دفع الهواء على كامل المساحة، وبالتالي يكون على كامل الحجم توزيع الهواء البارد وتتم عملية التبادل الحراري. يعطيكم الف عافية متابعينا الكرام.